هي للجميع معنا مباشرة البطل العالمي عبد العالي بوعزاوي. للإشارة عبد العالي بوعزاوي من مواليد مدينة الحجم. أهلا بكم بوعزاوي، إننا على الهواء مباشرة، فيا حبذا لو تعرفونا بنفسكم وبالطبع هذه المرة الثانية اللي كتجوزوا على في استوديوهات قناة الدهاش، فأهلا بكم مرة أخرى وتحية للبطولية ديالكم والاستماتة والتذكير. فكثيرون اللي كيحلموا، ولكن القلائل اللي كيآمنوا بالأحلام ديالهم حتى كيوصلوا. التذكير كذلك، فعبد العالي بوعزاوي من أسرة فقيرة والطموح ديالو كان أكبر من كل العقبات، غادي نخليه يروي لنا بالضبط. فأهلا بك عبد العالي. فمن هو عبد العالي بوعزاوي؟ طبعا بطل. السلام عليكم بعدا، تحية للأخ عبد العالي وشكرا أول شيء على الاستضافة، وهذا شرف لي أن ندوز مع أخ بحالك أنت، وشكرا على هذه الالتفات. أول شيء عبد العالي بوعزاوي، كيف قلتي أنا والد مدينة الحاجب، أفتخر أني ابن مدينة الحاجب وأعتز بها، تنقولها جميع المناظر الإعلامية اللي تندوز فيها. عبد العالي واحد الإنسان عاش في مدينة الحاجب، يعني هذه المدينة تعرفوا، قرينا درسنا أي واحد، تكوننا من بعد خريج تخصص في الرياضة، وبديت نبحث على المسار ديالي وحاولت نفرض من نفسي ديالي، يعني بحثت واجتهدت وحاولت نفرض الشخصية ديالي. الحمد لله هنا غادي في المسار ديالي، وهنا غادي تنطور المستقبل ديالي. سي عبد العالي، كيف كانت البدايات؟ يعني تحدثنا عن البدايات، فين بديتو، كي بدا عبد العالي كبودرة ديال البطل؟ شوف، انا عدو من قوتي، انا واحد الشخص اللي ما تينكرش الجميع. انا كنا تندرسو كأي واحد، درسنا الاعدادي، انا درست الاعدادي في ثانوية تولوج، من بعد لا يا درست اعدادي في الاطلس، ودرست ثانوي في ثانوية تولوج. باش طلعت لثانوية تولوج كنت تكون واحد الفريق، كان ترأسو واحد الصديق إيتري زوهي، واللي كان ترأس ذاك الفريق، وكنت معاهم في كلاعب كرة السلة. بديت صراحة هو كان تيشوف فيا الموهبة، الصراحة بكل صراحة ما نكذبوش على الله، كان تيقول لي واخا تلعب باسكيت راه انك تقدر، عندك إمكانية تكون عداء، وشجعني يعني ولا اني كنت العب في الفرقه. وبدات اول مشاركه ديالي مع الاستاذ بوبو الله يذكره بخير في الليسي، كنت شارك في العاب مدرسيه، ثم بديت تنبان وبديت تنحس براسي انني تميل لديك الرياضه الفرديه. ومن ثم بدات المسيره، وقعت معنا نادي اشبال الاسماعيلي مكناس. من بعد فاش وقعت مع اشبال الاسماعيلي مكناس بدات تطور الامور وتحولت للكودين، وبديت غادي في المسيره ديالي. السيد العالي، شكون هما الشخصيات اللي اثرت فيك بشكل ايجابي في الحياه ككل؟ بشكل ايجابي الناس، يعني واش الناس اللي كيف نقولوا يعني كان لها السبب، ولا يعني صراحه انا الشخصيات اللي اثرت فيا هما والديا، يعني الصبر ديالهم والمثابره ديالهم والعزيمه ديالهم، وانهم تعبوا عليك وخلاو ما داروا عليك، لان راه ماشي ساهل باش تكون عايش في مدينه الحاج وفي الاسره اللي الدخل ديالها محدود، وتكون الام ديالك والاب ديالك يوفروا لك واحد المبلغ اللي هو ديال 500 درهم بشكل اسبوعي باش تسافر به وتشارك بشكل فردي وتحاول تبحث على نفسك. هذاك الشيء راه ماشي ساهل في واحد الاسره اللي الدخل ديالها يعني دخل محدود، ان وظيفه الاب يعني جندي متقاعد، يعني معروف ان الجندي كيفاش يعني يعني الراتب ديالو يعني ماشي سهل، يعني هما المثالي الاعلى صراحه، هما اللي علموني ورباوني على الشجاعه وعلى الصبر وعلى بزاف ديال الحوايج. هذا مثلا. اما بالنسبه اللي ممكن تقول لي الناس اللي اثرت في اللي كان لها السبب، ممكن نقدر نقول لك اللي كان لها السبب انني وعندهم بصمه يعني في المسار ديالي، وانهم ساعد يعني كان لهم واحد يعني واحد الفضل هما، كان بينهم راني ذكرت اسم السي زويري كري، السي استاذ بوبو،
محمد، استاذ المدير ديال الثانويه اللي كان استاذ زرور. صراحه هذوما الناس اللي كانوا بعض الاصدقاء اللي كانوا يعني كان لهم الفضل زعما. نعم، المسيره الى دبي ما كانتش سهله بالطبع، هناك كانت معاناة، كانت تضحية، كانت حتى مغامرة إلا بغينا نقولوا، يعني إلا حكيتوا لنا هذه المسيرة بالطبع. واخا غادي نحكي للمتتبعين ولما نسى شيء. نعم. واخا باش نوضح لك، وهذه مزيانة نبغي نعطيها للشباب عبرة باش يتعلموا منها. أنا في سنة 2011 باش ندير الباك ديالنا، مشيت درست الجامعة، درت القانون. درت القانون في مكناس السنة الأولى. السنة الثانية جاني عرض، أنا كنت تنشارك، جاني عرض من الحرس الملكي أنني نلتحق بالحرس الملكي ونكون ممثل الحرس الملكي بكشي كعداء. صراحة رفضت حيت الأحلام ديالي كانت كبيرة، ما رفضت ما شقاتليش، قلت ممكن يعني تكون تبان لي شي حاجة ما حسن تبان لي ممكن حتى عرض علي واحد الصديق واحد الاقتراح ديالي، علاش ما تجيش الامارات وتقلب على راسك ممكن تلقى محسن هنا وكذا وكذا، عطاني بعض الحلول. مشيت درت، تقطعنا وتسلفنا وتكلفنا، يعني الانسان ما عندوش. وجيت الامارات وتكرفنا وتقارصت انك بواحد الانتوراج اللي صعب تاقلم معاهم، انت يعني جاي من واحد اللغه اللي هي اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، وباش تجي تفرض عليك اللغه الخليجيه واللغه الانجليزيه خاصك تهضر مع الناس بها وتتواصل معاهم. كانت معاناة في السنة الأولى، ولكن من بعد بدات الآفاق تتبان وبدات الناس تتعرفك وبزاف الأمور تغيرت. شنو كان الشعور ديالكم في أول إنجاز اللي حققتوه كبطولة، يعني الفوز، شنو كان الإحساس ديالكم الأول بالطبع؟ الباكورة. صراحة واحد فاش تكون عندك واحد الفوز، يعني اول انجاز كان عندي صراحه كان في 2015، كانت واحد البطوله في رمضان، يعني الحمد لله اللي كان واحد المبلغ ديالها مهم كبير. يعني ديك البطوله الصراحه كانت في رمضان وكنت منظمه طرف الشيخ حمدان، فهذيك البطوله فاش فزت بها كان صراحه كانت فرحه كبيره، حسيت بالناس اللونتوراج ديالي، العائله ديالي، الاهل ديالي، الناس الاصدقاء ديالي على الفيسبوك، كل شيء فرحان لك، كل شيء تتحس بواحد الفخر، بواحد الاعتزاز، وانت تنتمي لواحد المدينه اللي صغيره، قليل يعني باقي خاصها الوقت باش تعرف الناس بزاف، قليل الناس اللي تعرفهم باش تسمع تقول لهم انا من هذه المدينه الصغيره وكذا، تقول لك فين جات، تقول لهم قريبه من الافراد، تحاول تعرف الناس على ثقافتك، على منطقتك. الصراحه كاين واحد الاعتزاز بذاك الفوز والاعتزاز بالانتماء ديالك، وهذا فضل يعني الصراحه تنفتخر بشي حاجه تنفتخر بها. وهذاك الاول وهذا الاخر، هذا النجاح الاخر طبعا نخليوك تحدثنا عليه، اخر انجاز طبعا بالامارات العربيه المتحده. اخر انجاز اللي كان قبل تقريبا اسبوع الصراحه، هو زعما ماشي بالنسبه لي، ماشي يعني عاد عندي، يعني شنو نقول لك، يعني بالنسبه لي كانجاز عادي، لانني الحمد لله وصلت لواحد المستوى اللي تنفكر في اشياء كبيره. بعض الناس تتبان لهم انه انجاز، ولكن تيبان لي انجازات كبيره هي انني بعد الخطط اللي حاط مستقبليه ان شاء الله، ان الواحد يشارك يمثل صراحه الدوله ديالو، ولا ما عطاتوش الفرصه يمثل دوله ثانيه، الاحراز ميداليه كبيره. الانجاز صراحه ماشي سهل، يعني كانت منافسه من طرف الشاب مغربي وواحد الشاب بحريني، والانجاز ما يعني ما جاش بالسهل، اكثر شيء حنا عايشين في الخليج وواحد الجو اللي تعرف حراره عاليه ورطوبه عاليه في الصيف، يعني باش تكون والازمه العالميه اللي تمر منها العالم تاع الفيروس اللي معروف يعني وعامل ضجه، يعني باش تركز وتحاول تدرب وتحاول تكون في واحد القمه من التركيز ماشي سهله. والحمد لله الله سبحانه وتعالى ما خيبنيش، كان لي النصيب انني نكون انا الفائز بهذه البطوله، وهذا شرف لي وديما تنهديه للناس اللي قراب مني والناس اللي تشجعني، وتنفتخر بهذا الشيء اللي انا وصلت له الحمد لله. تهانينا الصادقه عبد العالي البوعزاوي. الله يحفظك. شنو هي الرساله ديالكم للشباب ككل؟ انا شوف دائما رسالتي تنوجهها للشباب خاصه مدينه الحاج،
لانني عارف الانتوراج، عارف الوضع كيفاش داير في المدينه ديالي. تنبغي شو انه يحاول يتوكل على النفس ديالو، ما يتسناش، ما يحاولش يبدا يتسناو ان خاصهم يديروا لنا، خاصهم يفعلوا لنا، خاصنا خاصنا خاصنا. صح المدينه خاصها، لكن الواحد يبحث، يحاول يبحث على الطريق ديالو، يحاول انه يكتشف، يدير علاقات، لانه فاش تكتب علاقات مع ناس كتخليك تفتح على بزاف الحوايج في المجال ديالك، وهذا هو اللي نفعني الصراحه انا. يعني درت علاقات مع ناس من كناس، ناس كذا، هما اللي خلاني انني نتعرف على بزاف الحوايج ما كنتش نعرفها. هذا علاش ننصحهم ان الواحد يتوكل على النفس ديالو ويجتهد، لانه راه غير يوصل، خصو غير يدير السبب. البطل عبد العالي، شنو هي رسالتكم للمسؤولين عن المدينه؟ المسؤولين ديال المدينه الصراحه كنتمنى منهم انهم يحنوا في وليدات البلاد، ويخلقوا لهم فرص شغل وبركه الصراحه، يعني للامانه بركه علينا من الجراد. بغينا يعني خص ديك المدينه، خصها معامل، خصها الدراري فين تخدم، يحاولوا يحفزوا ولاد المدينه، يحاولوا يوفروا لهم فرص شغل. وكذلك انا كيف قلت لك، انا يعني هما صح المسؤوليه ديالهم انهم خصهم يوفروا فرص الشغل، خصهم يوفروا بزاف د الحوايج، لكن رسالتي الصراحه القويه هي للشباب ديال المدينه، انه خصو يبحث على الذات ديالو، ما يتسناش، ما يتسناش ويزيدو يقول لك انا ما كاينش الخدمه، ما كاينش ما يدار. يحاول يبحث على نفسه، راه يلقاو ذاته. كما جرت العاده عند القناه في اخر اللقاء، ولدى مقاطعه الحوار كنخليو الضيف ديالنا هو اللي يطرح السؤال على القناه، فاهلا بسؤالكم يا بطل. يعني نطرح سؤال انا؟ نعم. اي سؤال؟ القناة ولا المشاهد؟ كما بغيتي، الدم قاطع اكثر القناة ولا المشاهد؟ اللي بغيتي. السؤال ديال ماشي سؤال بقدر ما هو يعني صراحة يعني كإضافة، كنداء. وانا هادشي لاحظته في الصفحه ديالك، ان كنتمناك تزيد الشباب ديال المدينه، تبحث على الشباب المدينه اللي في البدايات ديالهم، تزيد تصرفهم عندك، يلاه في البدايات ديالهم، وتزيد تشجعهم. انا صراحه كنتمنى من الناس ديال المدينه يشجعوا القناه ديالك، ويعني صراحه باش تزيد تكبر، يكون عندنا واحد الصيت باش يستافدوا منها الناس ديال المدينه، ويكون وتكون الاستفاده للجميع، وتشجيع الشباب ديال المدينه. يعني الشباب ما تقصدش فيهم الدراري، تقصد الدراري وبنات الشباب، يعني تقصد البنات والدراري، يتشجعوا يطلعوا عندك ويحطوا اقتراحاتهم حول مشاريع صغرى ديالهم، لا في المجال الرياضي، لا في المجال الجمعوي، لا في اي مجال كيف ما بغى يكون. وتنتمناو الصراحه الخير للجميع. واحد النداء اخر، لو ماشي نداء، هو ان ملاحظه ما عرفتش انا، يعني الصراحه بعض الاخوه ما عرفتش علاش ما عندهمش افتخار، ما عندهمش عزه، يعني ما تيعتزوش بانهم تنتموا لواحد المدينه اللي سميتها الحاج. حتى انا لاحظتها مؤخرا مع الشباب الفيسبوكيين، يعني بداو تيبانوا في المناظر الاعلاميه، ما تيذكروش المدينه ديالهم. بالعكس، خصك تفتخر بالاصل ديالك، حيت الى شي واحد الشخصيه اللي تيفتخر بالاصل ديالو، راه الناس تحترمك اول شيء، وغتعطيك قيمه. انت ما يعني ما تتحتار ما 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 عطيش ما عطيش قيمه للانتوراج ديالك، وبغيتي انك تكسب الجمهور وتكسب الناس وتكسب، انت اصلا الاصل ديالك ما راضيش به. فكل كما يرى ليلاه، فهناك من يرى قمر مشع للمستقبل، وهناك من يراها بقرة حلوب ويخجل من ذكرها. فهؤلاء في الحقيقة تتبرأ منهم المدينة، والقناة ترحب بكل المبادرات، فهي قناة المبدعين قبل كل شيء، فحتى من يبدع إنجاز في أي الميادين مرحب به، لا في الجانب الإنساني ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب البيئي والفني. فآخر كلمة يا بطل.
آخر كلمة تشكرك على الاستضافة، وعاد واحد النقطة خصني نقولها لك، أنه تنتمنى واحد المشروع كنت بديت فيه ديال تكوين نادي ألعاب قوى، بديت فيه في المدينة، مع الأزمة اللي جات توقف كل شيء، لكن احنا يعني إن شاء الله في طور تكوين فريق، وتنوعد يعني الناس ديال المدينة أن ذاك الفريق أنا غادي نضحي من أجله، يعني لأنه غادي نكونه بيدي وغادي نسهر عليه، وكيف تنقولوا الوقت التاريخ غادي يشهد على هذا الشيء، والوقت غتبين بان شكون كيفاش غادي نخدم مع دوك الناس وكيفاش غادي نوصلهم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير، وكنتمنى من المدينه يكونوا يد وحده، وشكرا على الاستضافه، وان شاء الله نشوفكم فرصه قادمه، نشوفكم في مدينه الحاج ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. وشكرا شكرا على الاستضافه. دائما مرحب بكم ايها البطل ولمبادراتكم، وتحيه، وكما جمهور القناه يبادلكم المحبه، وشكرا على كل النصائح القيمه اللي في الحقيقه ماشي الناس كلها هي اللي كتعطيها، فالغيره على المدينه كذلك هي الغيره على الساكنه ديال المدينه. وباسم البطل عبد العالي بوعزاوي نشكر كل من تتبع أو كل من سيشاهد، فأهلا بكم جميعا، وإلى لقاء آخر، وتحية للبطل من قناة الدهاش.